أهلا وسهلا فيكم جديد بمطبخ عائلتنا، معكم اليوم بشار. بداية بدي أحب أتشكر كل الأشخاص اللي عم يتابعونا وعم يرسلوا لنا شكر وطلبات إنه كأفكار شو ممكن نحن نعمل أو كطبخ شو لازم ناكل بشكلنا اليومي، ونتشكر ثقتكم لأنه بالفعل هي بتدل إنه نحن مستوانا عم بيزيد، مستوى وعينا عم بيزيد، وعم ندور لحتى يكون غذائنا هو دوائنا ودوائنا هو غذائنا. ببساطة اليوم رح نعمل وصفة كتير بسيطة وسهلة، هي كريمة الرز. هي أحلى جزء من وجبة أفطار متكاملة. وجبات الأفطار يعني إذا حدا معه أمراض مستعصية، إذا حدا معه أمراض ما لها شفاء حسب الطب الحديث اللي طبعا هو كله تجارة مثل ما بتعرفوا، ممكن إحنا نأخذ وجبة كتير متوازنة هي كريمة الرز مع شوربة الميزو. شوربة الميزو أخذناها بوصفات قبل، ممكن تطلعوا عليها على مطبخ عائلتنا بتشوفوا كيف بتعملوها بالتفصيل. اليوم رح نتعرف كيف نعمل كريمة الرز. الرز مكوناتها ببساطة مثل ما شايفين قدامنا، بدنا مي، بدنا رز كامل، بدنا ملح. هلأ نوعية الرز اللي رح نستخدمها اليوم هي حبة عصيرة. طبعا عم نحكي رز، هو بتعرفوا رز مانو مقشور. الرز له كتير انواع، بسمتي، حب طويل، حب قصير. فافضل شيء لحتى نستخدم لكريمة الرز هي الحبة القصيرة، كونها بتنضج بسرعة اكتر. والهدف او النتيجه النهائيه رح تكون من عندنا كريمه الرز هي مثل حساء للرز، ما رح تكون مثل الكريمه اللي بتعرفوها الكريمه، لا رح تكون مثل حساء الرز، الحبوب الرز تكون كتير مستويه ومتفتحه. هلا لحتى في عده طرق لتحضير كريمه الرز. ممكن اذا بدنا حدا معه كتير مشاكل بالامعاء، امتصاص وما في يهضم ابدا، يفضل انه نحن ننقع الرز من قبل بيوم. بنبلش بننقعها على الاقل 6 ساعات ل 8 ساعات، بعدين بنحط لكل كبايه رز بنحط 6 كبايات مي. طبعا كمان كميه المي بتفرق بين الشتويه والصيفيه. بالصيفيه بتعرفوا في حراره زياده، لهيك بنزيد كميه المي شوي صغيره، فبنحط بدل ما نحط 6 كبايات مي بنحط 8 كبايات مي. نحن هلا بفصل الخريف وجايين على فصل الشتي، لهيك رح نحط بمعيار كل كبايه رز بدنا نحط 6 كبايات مي. هلا معنا الطنجره على النار، سلفا انا كنت معيار فيها 4 كبايات مي، وهيدي 2 كبايات مي. بس ببساطه بدنا نحط الرز فوق المي مثل ما هي، ما شايفين انه بعد ما مشعلين النار حتى. منحط الرز، منحط العيار اللي هو 6 كبايات مي لكل كباية رز. منشعل النار تحت هون. ومنغطي. بهي المرحلة ما في داعي نضيف ملح، ما في داعي نحط أي شيء معها. نترك النار لحتى تغلي، وبعدين بنحط شوية ذرة ملح. إذا بدكم ما تحطوا ملح فيكم تحطوا بعدين جماش فوق الصحن. بنشوف سوا طريقة التحضير. بعد حوالي الساعة كريمة الرز هي على النار، تقريبا بتاخد معنا ساعة ونص. رح فرجيكم كيف بتصير، ما بعرف إذا الكاميرا رح تقدر تاخدها. شوفوا كيف الرز صار مفلش أو مفتح. بعد في عنا مي منيح بكريمة الرز، بعد بنخليها شي نص ساعة، بعدين تكون جاهزة عنا للتقديم، نطفي تحتها. كريمة الرز صارت معنا على النار بعد حوالي ساعة ونص جاهزة، نطفي تحتها. فرجيكم النتيجة كيف رح تكون. مثل ما حكينا حبات الرز فتحت على الأخير وصارت مريقة معنا. هيدي هي النتيجة النهائية لكريمة الرز. هلأ هاي ممكن نعملها بشكل يومي، تكون وجبة الإفطار تبعنا. إذا ملينا من النكهة نفسها ممكن نعملها يوم على حلو، نحط لها شوية زبيب، نحط لها شوية مكسرات، ممكن نعملها على مالح، نحط لها ملح السمسم. إذا بتكون تعرفوا كيف بنعمل ملح السمسم فيكم تحضروا حلقة صورناها قبل. هي بحد ذاتها وجبة متوازنة، بس إذا بنحط لها معها شوية شوربة ميزو الصبح بتكون عندنا وجبة ملوك وإفطار ملك. لهيك هذه أفضل طريقة لحتى نبلش فيها نهارنا. صحتين وهنا.